مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مديرية الشهداء واصلت تقيم حفلا تأبينيا في ذكرى استشهاد السيد قاسم شبر. الطالب أحمد زاي الرسن يحصل على شهادة الماجستير في الزراعة عبر قناة مؤسسة الشهداء. ومن أخبار مؤسسة الشهداء نتابع. مديرية الشهداء ميسان تحتفل بذكرى تأسيسها وتوزع بدل الوحدة السكنية والمنح العقاري وهدايا الطلبة الناجحين وهدايا الزواج. لدى زيارتها محافظة النجف الأشرف عضو مجلس الرعاية في المؤسسة السيدة انتصار عاشور تشيد بمستوى أداء مديرية الشهداء في المحافظة. في مديرية الشهداء ذي قار بدء حملة ملء الاستمارة الأحصائية الخاصة بالمسح المتعلق بشهداء العراق. مديرية الشهداء البصرة تشارك في الاحتفال الكبير المقام بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. مديرية الشهداء النجف الأشرف تبدأ حملة ملء الاستمارة الأحصائية الخاصة بالمسح المتعلق بشهداء العراق. أقامت مديرية الشهداء ميسان احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها، الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار بدماء الشهداء سلك العراق طريقه نحو الحرية، وحضرها عدد من أعضاء الحكومة المحلية والمسؤولون في ميسان وجمع غفير من ذوي الشهداء. تضمنت توزيع بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية وهدايا الطلبة الناجحين وهدايا الزواج للمتزوجين الجدد من ذوي الشهداء. أشادت عضو مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء انتصار عاشور بمستوى الخدمات التي تقدمها مديرية الشهداء النجف الأشرف إلى ذوي الشهداء في المحافظة. عضو مجلس الرعاية ولدى زيارتها الميدانية إلى عدد من عائلات الشهداء وتقديمها إعانات المؤسسة إلى هذه العائلات قالت إن الجهود المتميزة التي تبذلها ملاكات المديرية أثمرت نجاحات متواصلة على جميع المستويات. من جانبه أكد مدير مديرية الشهداء النجف الأشرف أن المتابعة المستمرة لمؤسسة الشهداء للعمل في المديرية تحمل ملاكاتها مسؤولية مضاعفة في خدمة ذوي الشهداء في المحافظة. زارت مديرية الشهداء النجف عوائل الشهداء السيدة انتصار عاشور عضو مجلس الرعاية المشرفة على مدينة مديرية الشهداء النجف، زيارة عدد من عوائل الشهداء في المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها للوقوف على احتياجاتهم المادية ورفع حالتهم المعنوية، وتواصلت مع مجموعة من عوائل الشهداء، وهذه ليس هي المرة الأولى من قبل مسؤولي مؤسسة الشهداء. هناك تواصل يومي ومستمر من معالي رئيس المؤسسة والمدراء العامين وأعضاء مجلس الرعاية للوقوف على حالات واحتياجات ذوي الشهداء وتحقيق كافة
استحقاقاتهم وإيصالها إليهم بشكل يسير. بدأت مديرية شهداء ذي قار تنفيذ حملة ملء الاستمارة الخاصة بشهداء العراق لعام 2012. المعاون الاجتماعي في مديرية شهداء ذي قار حمزة هاشم أكد أن الاستمارة التي صممتها مؤسسة الشهداء بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء تتضمن حقولاً لتوثيق المعلومات المتعلقة بالشهداء وأخرى تتعلق بذوي الشهداء وما قدمته لهم المؤسسة، مضيفاً أن مؤسسة الشهداء ومديرياتها ستقوم بجمع المعلومات الواردة في الاستمارة لمعالجتها بالطرق الإحصائية العلمية لغرض الاستفادة منها في تقديم الخدمات اللازمة إلى ذوي الشهداء، فضلاً عن التعريف بحجم الجرائم التي ارتكبها نظام البعث البائد ضد أبناء الشعب العراقي. القصد من الاستمارة طبعا مؤسسة الشهداء دائما ودائما تبدأ بأنه توفر تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعويض ما لحق بذوي الشهيد في أيام النظام البائد، يعني فهذا جزء منه. تريد تعرف أنه حاليا الراتب التقاعدي يكفي أو ما يكفي لذوي الشهيد، يعني بها القسم من الجهات جاي طالب يقول يا ما موجود عندكم هاي الشهداء، أنتم هذا العدد ما موجود أصلا، فاحنا لذلك نريد نثبت انه للعالم انه احنا موجوده ولا زالت اكو مقابر جماعيه ما مفتوحه وشهداء بعد ما مسجلها. فلذلك كان التعاون مع جهاز الاحصاء لملء هاي الاستماره. بمشاركة مديرية شهداء البصرة أقيم احتفال بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. معاون مدير مديرية شهداء البصرة أحمد كاظم أكد أن الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب يعيد إلى الذاكرة أساليب التعذيب الوحشية التي كان يمارسها نظام البعث البائد ضد معارضيه وذويهم، كما يدعو إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع عودة حزب البعث المحظور إلى الحياة السياسية في العراق الجديد شكلاً أو مضموناً. حقيقة تسر مؤسسة الشهداء أن تشارك بهذا الاحتفالية وهو بهذا اليوم، كما وتدين كافة أنواع التعذيب التي تعرض له البشرية منذ بداية ظهور الثقافات ولحد الآن، وكما تصدر بعض الثقافات التي تدين هذه العمليات وخصوصا منظمات المجتمع المدني، نشد بأيديها على إصدار كافة القوانين من أجل الحد من هذه الأساليب التي تعرضها الإنسان. بدأت مديرية شهداء النجف الأشرف حملة ملء الاستمارة الخاصة بشهداء العراقي لعام 2012. مدير مديرية شهداء النجف الأشرف كاظم جاسم قال إن الحملة التي نفذت بالتعاون مع مكتب الجهاز المركزي للإحصاء في المحافظة تهدف إلى توثيق المعلومات المتعلقة بالشهداء وما حققته المديرية على طريق تقديم الحقوق والامتيازات إلى ذوي الشهداء. من جانبه أشاد ممثل مديرية الإحصاء في المحافظة بأداء مديرية شهداء النجف الأشرف في جمع المعلومات الواردة في الاستمارة من أجل الاستفادة منها في تقديم الخدمات اللازمة إلى ذوي الشهداء وفضح جرائم نظام البعث البائد ضد أبناء الشعب العراقي. مؤسسة الشهداء في النجف الأشرف وفرت جميع الإمكانيات وجميع الاحتياجات التي سهلت عملية الحصول على تلك البيانات الإحصائية التي تخصهم وتخصنا، تخصهم لكونهم هم المؤسسة الأساسية في متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتخصنا لكي نوفر قاعدة بيانات للمخطط المستقبلي حتى ممكن أن يضع الخطط اللازمة في إنجاح وتأدية الواجبات الملقاة علينا لذوي الشهداء.
أهلا بكم من جديد. بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد قاسم شبر، أقامت مديرية شهداء وسط حفلا تأبينيا كبيرا ووزعت فيه المنحة العقارية وهدايا الزواج لذوي الشهداء في المحافظة. التفاصيل في التقرير الآتي. استذكارا لشهيد ربت سنوات عمره على 90 عاما، قضى ردحا منها في مقارعة الباطل. وفي الذكرى السنوية لاستشهاد شيخ الشهداء السيد قاسم شبر وتحت شعار سيبقى السيد قاسم شبر منارا وينبوعا للجهاد على مر الحقب، أقامت مديرية شهداء واسط حفلا تأبينيا كبيرا وزعت فيه المنحة العقارية وهدايا الزواج لذوي الشهداء في المحافظة. برعاية معالي رئيس مؤسسة الشهداء تقيم مديرية شهداء أصهاد احتفالها السنوي السابع ذكرى شهادة آية الله السيد قاسم شمر قدس الله سره الشفيه على قضاء النعمانية بالتعاون مع الحكومة المحلية في هذا القضاء، وعلى هامش المهرجان تم توزيع المنحة العقارية وكذلك بدل الزواج والمنحة الصحية لعوائل الشهداء. السيد الشهيد قاسم شبر كان مدرسة للفكر والجهاد حين نذر عمره لتربية الأجيال، حتى ختم حياته بأن قدم دمه الطهور قربانا على طريق الحرية، فكان موته رحيلا باتجاه الخلود. إقامة مثل هذه الاحتفاليات لإحياء ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد قاسم شبر الذي لقب بشيخ الشهداء وبلا منازع في العراق، والذي قال عنه السيد الشهيد محمد باقر الصدر مالي بالحياة بعد استشهاد السيد قاسم شبر. الحقيقة السيد قاسم شبر يعتبر رمزا علميا وثقافيا وأدبيا لكافة مثقفي محافظة واسط، لا سيما ما امتلكه من مؤلفات وما امتلكه من دروس في ديوانه الذي كان عامرا بالمثقفين وزاخرا بأصحاب الأدب والفكر والفن. الحقيقة السيد قاسم شبر تربت على يديه أجيال بعد أجيال، وتربت على يديه أساتذة بعد أساتذة، ما زالوا يحملون فكره النير وما زالوا يعبرون عما تعلموه من هذا الرجل العملاق، هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد وأن يصل إلى مرحلة آية الله العظمى. محافظة واسط تفتخر بأن لديها شخصية مثل السيد قاسم شبر. السيد قاسم شبر يبقى نجما في سماء العراق ويبقى وصمة عار في جبين البعث الكافر الذي لطخ يديه بدمائه الشريفة ودمائه الزكية، ودليل واضح على مدى استهتار البعث الكافر ومدى طغيانه ومدى عنفه اتجاه أبناء الشعب العراقي. مسؤولون في الحكومة المحلية في واسط ثمنوا جهود مؤسسة الشهداء في رعاية ذوي الشهداء تقديراً لتضحياتهم، داعين إلى تقديم المزيد من الدعم إلى هذه الشريحة المهمة. طبعاً مؤسسة الشهداء هي الراعي الرسمي والأب الروحي وكل شيء بالنسبة لعوائل الشهداء، وطبعاً حقيقة الدستور ضمن لنا الحقوق من خلال هذه المؤسسة الكبيرة ومن خلال القائمين عليها، ولا يسع الوقت لشكر هذه المؤسسة على ما تقوم به من خدمات جليلة وكبيرة لعوائل الشهداء، لكن نتمنى وتمنيت الكثير إن شاء الله يقدم وتدعم هذه المؤسسة من خلال مجلس الوزراء وتدعم من خلال البرلمان، لأن العوائل التي ضحت والتي انضوت تحت هذه المؤسسة عوائل كبيرة ومضحية، وهي التي جعلتنا نصل ونقف في هذا المكان من أجل خدمة أبناء العراق. استذكار الموقف البطولي الذي وقفه السيد قاسم شبر في مقارعة الدكتاتورية جزء من الوفاء الذي تحمله مدينة النعمانية لهذا الرمز الكبير الذي ما زالت تفخر به. كتب السيد قاسم شبر لمدينة النعمانية تاريخا من خلال التصدي للطغاة والوقوف بوجههم وفضح كل المؤامرات التي كانت تحاك ضد الإسلام، وكان دائما يندد بأساليب البعث وطرقهم في الحياة وتعاملهم مع الناس، حتى أن أتذكر في أحد الزيارات قال لمدير الأمن لماذا يسمونكم أمن والناس تخاف منكم، يظل منارة إشعاعا وهدى ويمثل الروح الباقية التي
ستبقى على مر الدهور والعصور ماثلة وشاخصة أمامنا وأمام أهل مدينة النعمانية. لن ينمحي ذكر سيد قاسم شبر إلى أبد الآبدين. الحقيقة بالنسبة إلى سيد قاسم شبر، إيش مريد نقدم له وإيش مريد نعظم من ذكراه وقليل بحقه. الشخص الوحيد اللي بالمنطقة وقف في وجه الطغيان وقت اللي كانت الوجوه الاجتماعية والدينية تداهن النظام السياسي، وقف متحديا للنظام البعثي ودافع عن المظلومين، دافع عن التصرفات غير المشروعة التي كانت تسود المجتمع، وبالتالي ذاقوا به ذرعا مما جعلوا مصيره الإعدام هو ونخبة قد تقدر ب 300 شخص من النعمانية راحوا ضحية لقول الحق فقط، أنه لم يقوموا بثورة ولم يقوموا بتفجير ولم يقوموا باغتيالات لمجرد قول الحق، وكانت ما يحيط بالمنطقة كلهم صامتين عما يجري بالعراق. ولأن الأمم الحية هي فقط التي تستذكر شهداءها، فقد حرص العراقيون على إحياء ذكرى الشهداء ليثبتوا أن دماء الشهداء كانت شعلة وهاجة أنارت الطريق للأجيال. كل بقعة من أرضنا تحتضن شهيدا، وفي كل فسحة من سمائنا ترفرف روح شهيد. وكيفما قلبت في صفحات التاريخ تجد قصة كتبها شهيد، حتى صرنا أمة صنع تاريخها شهداء الحق. والاهتمام بذوي الشهداء وأبنائهم دفاع عن ذلك التاريخ المشرق من التضحيات. مؤسسة الشهداء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بذوي الشهداء. حصل الباحث أحمد زاهر روسن على شهادة الماجستير في البستنة بكلية الزراعة جامعة البصرة، ليسجل اسمه في سجل الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة المؤسسة. لنتابع هذا التقرير. قسم البستنة في كلية الزراعة بجامعة البصرة شهد مناقشة رسالة الماجستير للطالب أحمد زاهر روسن عن رسالته الموسومة تأثير مواعيد الخف ومستوى سماد الدواجن المخمر على الصفات الفيزيائية والكيميائية والإنتاج في نخيل التمر صنف السائر، إذ قررت لجنة المناقشة وبعد مناقشة مستفيضة منح الطالب شهادة الماجستير في الزراعة بدرجة جيد جدا. الحمد لله أنجز الطالب أحمد زاهر أطروحته التي هي بعنوان تأثير الخف والتسميد العضوي على صفات النخيل الفيزيائية والكيميائية والإنتاجية. الطالب هو نموذج إلى الطالب الجامعي، فهو يتمتع بأخلاق عالية وله سيرة علمية جيدة ومواظب على إنجاز البحوث بجانب رسالته. أتمنى له الموفقية ولمؤسسة الشهداء السعي الجاد والدؤوب خدمة إلى هذه الشريحة المسحوقة سابقا، ونتمنى من الله أن يبزغ نجمها في ظل هذا العهد الجديد. وتواصلا مع جهودها في رعاية الطلبة من ذوي الشهداء، سجلت مديرية شهداء البصرة حضورا متميزا في جلسة مناقشة رسالة الماجستير للباحث أحمد زاهر روسن، لتجسد عمليا دعمها لهم لتشجيعهم على مواصلة التفوق العلمي. تقيم مديرية شهداء البصرة بالتعاون مع جامعة البصرة كلية الزراعة مناقشة رسالة الماجستير للطالب أحمد زاهر روسن في كلية الزراعة قسم البستنة، حيث تمت مناقشته، حيث قدمت له الرعاية الأبوية لمؤسسة الشهداء
كل ما يحتاجه من مسائل معنوية ومادية. ذوو الباحث ثمنوا جهود مؤسسة الشهداء في رعاية الطلبة من ذوي الشهداء عبر ما تقدمه من خدمات تسعى من ورائها إلى الارتقاء بمستواهم العلمي لتعويضهم عما فاتهم في هذا المجال. أول شيء نشكر مؤسسة الشهداء مديرية الشهداء البصرة على رعاية مناقشة طروحة تأثير السماد الحيوان على نمو النخيل وإنتاج النخيل. قدمت أول شيء الدعم مادي ومعنوي وحضور يعني الإعلام إلها، وهذا مشكور الكادر مالته مشكورين على الجهود اللي قدموها لنجاح المناقشة والطروحة مالته. وإذ تقدم مؤسسة الشهداء دعمها ورعايتها إلى الطلبة من ذوي الشهداء ليحصلوا على الشهادات العليا، فإنما لتؤكد حرصها على الارتقاء بذوي الشهداء إلى مستويات تليق بتضحياتهم. عندما تتساقط الأوراق الخضر وتجف منابع الحياة في بيوت الضحايا، تبقى هناك يد واحدة لرعايتهم. مؤسسة الشهداء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بذوي الشهداء من ضحايا البعث البائد. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.